هل يجوز تأسيس جمعية هدفها الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ هذه الجمعية لها رئيس وأعضاء، مع العلم بأنه لا يسمح لأهل السنة إقامة الدروس والمحاضرات في المساجد إلا لمن يوافق أهواءهم. يوافق أهواءهم؟ إذا كان بلد فيه جمعيات مخالفة للسنة وأراد أهل السنة أن يكونوا جمعية يعني يقومون بسببها بالنفوذ إلى الناس وأنهم يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا شيء مطلوب لا بأس، هذا شيء طيب، يعني يترك المجال للبعيدين عن السنة يعني يصرحون ويمرحون ويضلون الناس، يعني أهل السنة يعني كونهم يكونون لهم جماعة ما دام البلد فيه جماعات ويعني هي في غير سليمة وفيها القريب من الحق والبعيد عنه، وأولئك يريدون أن يكونوا جمعية للدعوة إلى الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة، هذا أمر مطلوب.